فيديو جديد اندونيسيا في الدقيقة. انا قلت لكم المره اللي فاتت هتكلم عن المنطقه الاقرب الى قلبي. المنطقه الاقرب الى قلبي هي اوبوت. اوبود يعني غابات، يعني مزارع الرز، يعني الصورة اللي بتبقى على المرجحة وانت بتطير، وحاجات كتير متنوعة. برضو المعابد اللي هناك المميزة جدا اللي بتختلف من معابد بوذية لمعابد هندوسية. من الحاجات بقى اللي لفتت انتباهي في اوبود هي الطرق والمحلات اللي ليها طابع مختلف. حتى يعني محلات كتير قوي هتلاقيهم مش بيستخدموا تكييف، بيحاولوا يكونوا اصدقاء للبيئة. حتى المنتجات اللي بتتباع في اوبود بتلاقي كتير منتجات صديقه للبيئه. في بالي عموما ممنوع ان انت تستخدم اكياس البلاستيك في السوبر ماركتات او في المحلات، عشان كده لازم تكون جايب معاك الشنطه القماش بتاعتك. حاجات اللي لفتت انتباهي كمان اللبس التقليدي اللي بيلبسوه الناس في اماكن كتير مختلفه. يمكن في اندونيسيا وخصوصا في جزيره جاوا بنلاقي ان الناس بتلبس اللبس التقليدي في المناسبات، انما في بالي كنت بلاقيهم في اماكن كتير مختلفه لابسين اللبس التقليدي. دي حاجه لفتت انتباهي. كانت أوبود في دقيقة، أشوفكم في فيديو جديد.